أنا وعائلتي وطعامنا الصحي. هناك العديد من التغييرات وإن كانت صغيرة يمكنها أن تساعد عائلتك في جعل الأكل صحياً سواء في المنزل أو خارجه. خيارات صحية في المنزل. نصائح للتقليل من الدهون. جرب خبز الطعام أو شويه أو غليه أو طهيه بالمايكروويف بدلاً من قليه. اختيار منتجات الحليب القليلة أو الخالية من الدسم. أضف الصلصة للبطاطا عوضاً عن إضافة الزبدة أو الكريمة. إزالة الجلد من الدواجن، الدجاج أو الديك الرومي وعدم تناوله. برد الشوربات والمرق وقم بإزالة طبقة القشطة التي تحوي الدهون قبل القيام بإعادة تسخينها. نصائح للتقليل من السكر. تناول الفاكهة كحلوى بدلاً من تناول الكعك أو الآيس كريم. تناول الفاكهة المعبأة في عصير الفاكهة بدلاً من الشراب. قلل السكر في الوصفات بنسبة الربع أو الثلث، فإذا كانت الوصفة توصي باستخدام كوب واحد، قم أنت باستخدام ثلثي الكوب فقط بدلاً من الكوب الكامل. استخدم الفانيليا والقرفة أو جوزة الطيب لإضفاء نكهة عندما تقوم بتقليل السكر. إليكم بعض الأفكار لوجبات خفيفة صحية. ضع شرائح من التفاح أو التوت أو الموز أو الحبوب الكاملة للحليب القليل أو الخالي من الدسم. ضع شريحة من الجبن الخالي أو قليل الدسم على سطح البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة. تناول خبز القمح الكامل مع الحمص والخس والبندورة والخيار. تناول البوشار القليل أو الخالي من الدسم. سخن بالمايكروويف الخبز كامل القمح مع الجبنة القليلة أو الخالية من الدسم. وضع شرائح من الفليفلة والفطر لصنع قطعة من البورتو. اشرب حليب الشوكولا القليل أو الخالي من الدسم، امزجه مع الموز أو الفراولة وبعض الثلج. وإذا كنت خارج المنزل فإليك هذه الخيارات الصحية. كل ما عليك القيام به عند اختيار الطعام أن تختار الأطعمة قليلة الدسم أو السكر. قم بالسؤال ولا تتردد. إليك بعض الخطوات. اختر الأطعمة المطهية بالبخار أو المشوية أو المخبوزة أو المسلوقة أو المقلية بشكل قليل. اسأل عن الحليب القليل أو الخالي من الدسم بدلا من وضع الكريمة للقهوة أو الشاي. اختر الأطعمة الخالية من الزبدة أو المرق أو الصلصات. اختر السلطة الخالية أو قليلة الدسم. واختر المشروبات الخالية من السكر المضاف كالماء والحليب القليل أو الخالي من الدسم والشاي غير المحلى والشاي المثلج المخصص للحمية أو الليمونادة أو الصودا. وجبتك الخاصة يمكن أن تجعلها صحية وممتعة. قم بإزالة الدهون من اللحوم والدواجن، عدم تناول جلد الدجاج أو الديك الرومي، قم بمشاركة وجبتك مع الآخرين، وتجاهل الحلويات واطلب الفاكهة، قم بمشاركة الحلوى مع صديق.